خلينا نروح مع حضراتكم كمان ليه اتصالات البرلمان توافق مبدئيا على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. لجنة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب برئاسة النائب نضال السعيد وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واتكلموا وقالوا ان المشروع ده لا يتضمن اي نص لتقييد الحريات ولا حق المواطن في الدخول مثلا على الانترنت وشبكات الاتصال، لكن في تشجيع على استخدامها. خلينا نشوف تفاصيل كتير عن هذه الموافقة المبدئية ومشروع القانون والتفاصيل دي على مع سيادة النائب أحمد رفعت عضو دول لجنة الاتصالات بمجلس النواب. سيادة النائب صباح الفل. صباح الفل يا فندم. خليني أعرف من حضرتك هذا القانون والموافقة المبدئية عليه وتفاصيله واقفة معاه كده. هو طبعا القانون ده هيبقى انتصار كبير للبرلمان المصري الأول، وأعتقد إن هو ده أهم وأشمل قانون للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وده القانون اللي خلاني انا شخصيا، انا ضابط شرطه يعني قبل ما اكون نائب، ده القانون اللي خلاني اركز في اللجنه وما اروحش لجنه الدفاع والامن القومي، لان انا شايف ان اخراج هذا القانون هو بمثابه امن قومي مهم جدا للدوله المصريه، او اتجاه في الامن القومي مهم جدا. القانون اتناقش من حيث المبدا، وطبعا كلنا وافقنا عليه، وهو بالعكس هو اتاخر جدا، تقدم بيه عدد كبير من النواب. كنا كلنا بنهدف ان احنا نعمل القانون ده ويكون هدايتنا للشعب المصري لضبط مجتمع السوشيال ميديا اللي كله انفلات دلوقتي، خلاص كله انفلات، والسب والقذف والجرائم بترتكب كانها حريات. ازاي بقى هيتم الضبط ده يا فندم؟ اللي طبعا اتحط مواد عقوبات يعني تحد من هذه الجرائم، اتمنع دخول بعض المجرمين على المواقع اللي تخص الامن القومي زي المخابرات، اتحط مواد فيها ازاي نحمي المستخدم الفيسبوك ومستخدم السوشيال ازاي ميديا. ازاي يا فندم هنمنع دخول المجرمين؟ هنحددهم ازاي؟ لا يا فندم، لها اجراءات تقنيه فنيه عاليه جدا، مباحث الانترنت بتشتغل بيها باسلوب فني وبيوصل لصاحب كل صفحه، وبعد كده بيتحط قانون بقى للقاضي يلتزم بيه في عقابه. الامر خلي بالك حاجه، بس عايز اقولها مهمه جدا، ان احنا هدفنا في القانون ان احنا نحمي الحريات ديت ونمنع الجرائم اللي ترتكب عليه بصفه دوريه ويوميه، وفي نفس الوقت بحافظ بصوره عاليه جدا على الحريات، وخصوصا انا بتكلم مع اعلاميه، فدائما ما يصل الاعلاميين تحديدا والصحفيين ان القانون ده قد يقيد الحريات. لا يا فندم، لا يا فندم، انا ما قلتش كده لحضرتك، انا بسالك بس. لا انا مش بقول على لسان حضرتك، انا بقول لك لان دي تخوفات اتقالت لنا من صحفيين كتير، واحنا رسائل بنشتغل عليها في اعداد القانون. تمام، في بنود تانية تحب حضرتك تتكلم عنها يا فندم داخل هذا القانون؟ وخلينا نقول ان الناس متخوفة من فكرة ان احنا نكون عارفين شخصيات الناس اللي موجودة والتفاصيل دي وارقام الهواتف والقصص دي، هل الموضوع هيكون بالشكل ده ولا ليه شكل اخر؟ لا الناس خايفة برضو، ده تخوف تاني، من مراقبة صفحاتهم وبياناتهم الشخصية. لا ده هو ده داخل القانون، وفي قانون موازي لحماية البيانات الشخصية، ده يعني حتى فيه ماده لما طالبت بيها ان احنا نمنع المواقع الاباحيه عن الاطفال بان نخلي الدخول على المواقع الاباحيه بالرقم القومي، كان فيه تحفظ على ان حتى الرقم القومي بتاع المواطن ان اضطروا يدخلوا على السوشيال ميديا، لان ده فيه شيء من التخبر عن معلومات المواطنين داخل الدوله المصريه. احنا حريصين جدا جدا ان يتعمل قانون يحقق العداله، يحقق الامان اثناء استخدام السوشيال ميديا، يمنع جرائم كثيره بترتكب يوميا زي ابتزاز القاصرات، زي سرقه الرصيد عن طريق الماستر كارد، وزي نقل الرصيد من بنك لبنك. في جرائم كان القاضي دايما بيجتهد في ان هو يعني يقيسها على القانون، يقيس بيها على القانون العام، وكان بيميل القاضي للبراءه. ناقشنا، وده كان اقتراحي انا شخصيا، ان هل يجوز ان احنا نعمل نيابه متخصصه في الجريمه الالكترونيه، جريمه تقنيه المعلومات، ان يكون في نيابه مختصه مدربه جيدا، ويكون الامر يعرض على المحكمه الاقتصاديه، محكمه الشؤون الماليه، ولا هنخلي الموضوع في النيابات العامه وندرب عدد كبير من الساده
محامين الشعب يعني اعضاء النيابه العامه، تمام. ويبقى الكلام ده ينظره القاضي في المحاكم الجنائيه، ندي توسع. ناقشنا ان يكون في، استقريته على ايه بقى يا فندم؟ هو طبعا الكلام ده كله كلام انطرح امبارح، ورغم ان كان الموضوع امبارح في اللجنه على مناقشه القبول والرفض فقط من حيث المبدا، ولكن تداخل في الامر مناقشات التفاصيل كثيره بقى. جدا جدا، وكان ده ان دل على شيء يدل على اهميه القانون، وان مصر اتاخرت قوي في اخراج هذا القانون، ولكن الحمد لله ان جه الوقت ان احنا نخرج للشعب المصري قانون يحميه على المجتمع الافتراضي السوشيال ميديا. وحضراتكم بتحطوا هذا القانون بالتأكيد في قوانين عالمية سنت من قبل بخصوص الجرائم الإلكترونية وغيره، هل استعنتم بمثل هذه القوانين؟ أكيد طبعًا، هي الحكومة اللي قدمت المشروع على فكرة، وطبعًا عشان تقدم هذا القانون لازم تطلع على قوانين دول عملت قبلنا. وحضراتكم كمان يا فندم عشان تناقشوه أو توافقوا عليه لازم تكونوا مطلعين بالتأكيد. طبعا طبعا. وبعدين الامر مش بس مجرد الاطلاع، في حاجات اهم من كده، وهي يعني تمثيل الشعب المصري في كل اوجاعه وكل المخاطر اللي كانت بتحاك ليه، وكمان حمايته. يعني انا اقول لسيادتك على ماده مهمه جدا جدا اتناقشنا فيها، وكان وكيل او نائب رئيس البنك المركزي، محافظ البنك المركزي، كان موجود واتكلمنا فيها. احنا حاطين مواد تمنع الدخول والعرس على المواقع الأمنية زي القوات المسلحة والمخابرات العامة والمواقع المعلوماتية الهامة. يعني ازاي يا فندم؟ هي المواقع دي كان بيتم العبث بيها اصلا؟ اكيد طبعا. اكيد انت عندك هاكر من كل دول العالم، وعندك ناس من الداخل والخارج. طيب هو الهاكر يا فندم، معلش نقطة دقيقة بس عشان الكلام ده دقيق جدا بالنسبة لي، الهاكر لما بيدخل احنا بنوصل له في النهاية بانه عبث بمثل هذه المواقع اللي حضرتك بيتكلم فيها وما بيتمش التعامل معاه قانونا؟ بالظبط. لحد ما كانش بيتم التعامل معه قانونا حتى لو وصلنا له. لحظة بالظبط، لحد اللحظة اللي احنا قاعدين فيها دي، الدخول على المواقع والدخول على صفحاتك الشخصية لا يجرم، مفيش جريمة، مفيش نص يعاقب حد حاول يدخل على موقع حتى لو موقعك الشخصي او موقع يمثل امن قومي للدولة. عشان كده كان لازم بقى ايه؟ نحط بقى ضبط. بالظبط، نحط هذه المادة. طيب الحاجة المهمة، إذا دخل أحد أطفالنا أو أحد الرجال العابسين دون قصد جنائي، يعني راجل بيلعب على الكمبيوتر لقى نفسه داخل على موقع الخاص بأمن قومي مصري بالبنك المركزي بالقوات المسلحة المصرية، ولكن الراجل ده دخل عن طريق الخطأ، هل ده هنعاقبه؟ حطيت حاجة، اقتراح مهم جدا، إن في هذا الشأن عشان خاطر حتى إحنا بنحافظ، يعني ان انت تبرئي 1000 متهم ولا تظلمي بريء واحد، هي دي القاعده في روح القانون، القاعده القانونيه المهمه. عشان كده اقترحت انا شخصيا ان احنا في هذا الامر اذا حد دخل العبث على موقع يمثل امن قومي للبلد ما يبقاش القانون صم ويعاقبه فقط، ولكن قلنا ان يتحط فيه بعد ادراج بعد اجراء التحريات الامن الوطني على اساس اذا كان الراجل ده يهدف فعلا التخريب، هل هو له خلفية تمثل يعني انضمامه لجماعة إرهابية يشكل خطر على الأمن القومي، ولا مجرد طفل أو راجل عادي كان بيعبس ودخل بطريق الخطأ. يعني احنا بنحط مواد العقاب وندور ايه اللي يحمي المواطنين كمان من هذا العقاب حماية لشعبنا العظيم. طيب أنا فهمت من كلام سيادتك النقطتين ويمكن متداخلين لسه بالنسبة لي. النقطة الأولى أن سيادتك اتكلمت أنه لن يتم استخدام الرقم القومي، وحضرتك ذكرتها في الموضوع الخاص بالمواقع الإباحية، لن يتم استخدام الرقم القومي للمواطن المصري في كل المواقع عموما، يعني إحنا القانون ده بعيد تماما عن نقطة الرقم القومي؟ والله هو ده اللي قاله مقرر القانون امبارح، إحنا عايزين نبعد بقدر الإمكان حماية لبيانات المواطنين الشخصية، ان احنا نحط هذه البيانات على تلك المواقع. تمام. هل ده هو طبعا ده الهدف منه حمايه البيانات الشخصيه. تمام، بس هو واحنا بنتكلم يا فندم سيادتك عن النقطه دي بنتكلم ان احنا هيكون لو الموضوع بالطريقه دي ان ما فيش رقم قومي، يبقى احنا الناحيه الثانيه مش هيكون عندنا معرفه بطبيعه الشخصيات اللي هتدخل او هتعمل هاكر او هيكون فيها اختراقات لحاجه معينه او كل التفاصيل الخاصه ببقيه القانون، احنا هنحددهم ازاي؟ بالظبط، دي حقيقة. طب ما دي نقطتين متضادين. ما احنا عشان نحدد الكلام ده هيحصل حاجة من الاتنين، اما ان احنا نتغاضى عن هذه النقطة
في الرقم القومي، وان انا شايف ان ارسال الرقم القومي لا يمثل يعني ارسال معلومات، وده كان رايي انا الشخصي. راي المقرر حمايه البيانات، فممكن نعمل حاجه وسط ان هو مثلا هيبقى الوصول زي ما الوصول دلوقتي حاليا خاص برقم التليفون اللي بيتحط، نرغمه انه يحط رقم تليفونه الشخصي، البيانات الشخصيه تكون سليمه اللي محطوطه ما تكونش صفحات فيك. وبعدين في اسلوب هندسي ثاني بيوصلنا الى الجاني، ممكن يكون من المكان اللي بيبث منه، من الرقم الارضي اللي بياخد منه انترنت. اعتقد ان الامور فيها سيطره امنيه. التفاصيل الخاصه بالموقع بقى والكلام ده. بالظبط بالظبط. وبنين بيبث. طبعا الامر ده كله هيبقى موضوع للنقاش ما بين القبول والرفض، وفي النهايه احنا كلنا هنختلف ونتفق على ان في النهايه نخرج قانون يمثل تأمين للمجتمع المصري وقانون لممارسة تقنية المعلومات بصورة آمنة والحد من الجريمة عليها، بالإضافة إلى أن هذا القانون يكون بالفعل فيه حماية للمواطن المصري من الجرائم ومن أن معلوماته تخترق. وإحنا بنتكلم عن الدخول بقى بالأرقام الهواتف والكلام ده، نقدر نقول أن ده هيكون له ربط مثلا بشركات المحمول والشركات الاتصالات الخاصة بالراوتر طبعا والكلام ده طبعا. فإحنا عندنا طبعا البيانات أصلا موجودة في الشركات، فمش هنحتاج نحط البيانات كمان على فيسبوك أيوة أو تويتر أو غيره. الله ينور على حضرتك. بالظبط هو كده، ودي طريقه الوصول لمرتكب الواقعه لما بنكون الاداره الهندسيه او ضباط الاداره الهندسيه في مباحث الانترنت، بيوصل عن طريق كده، بيتواصل مع الشركه بعد اختيار النيابه العامه، والنيابه بتدي امر للشركه باعطاء البيانات للراجل ده، وبعد كده الموضوع بقى بيبقى مجرى التحقيق في النيابه والمحاكم. في التفاصيل دي يا فندم استعنتم حضراتكم بمتخصصين، ناس بروفيشنال قوي في المواضيع دي؟ طبعا طبعا. يعني امبارح حتى في بدايه مناقشه القانون من حيث المبدا، وهو يعني موافقين على القانون او غير موافق عليه من البدايه، كان فيه ممثل للقوات المسلحه، كان فيه رئيس مباحث الانترنت عميد ولواء من مباحث الانترنت، كان فيه تقنيه المعلومات، كان في طبعا من هيئه الاعلام، الهيئه القوميه للاعلام، كان في من المخابرات الحربيه، من المخابرات العامه، من الامن القومي، بالشؤون القانونيه في وزاره الداخليه، طبعا نواب البرلمان بجميع تخصصاتهم. كان في يعني القاعه اتعمل في قاعه مفتوحه علشان يضم كل من يرغب من الساده النواب، كان في من وزاره الاتصالات، من البنك المركزي عشان خاطر تقنيه المعلومات الخاصه بالاقتصاد والبنوك. لا لا، احنا طبعا جميع الوزارات التي قد يكون لها صله بهذا القانون كانت موجوده. تمام. وموجود مندوبين منها، وده ان شاء الله اللي هنشتغل عليه على طول. ان شاء الله نتوقع هذا القانون نهائيا امتى يا فندم؟ يعني هو مش هيبقى مناقشته كتيره، لكن اعتقد في غضون شهر ولا حاجه. احنا بس هيتوقف البرلمان طبعا بعد جلسه النهارده عشان انتخابات معالي رئيس الجمهوريه. تمام. رئيس عبد الفتاح السيسي والمرشح طبعا لانتخابات الرئاسه، وندعو مصر من خلال برنامج حضرتك بقى صباح الخير ان نلتف ورا هذا الرجل، وان نخرج حتى يعني ندي رساله للعالم ان الشعب المصري لا يعزف. واعذريني ان انا استغليت هذه النقطه، لان انا عايز اوصل رساله للشعب المصري ان العالم كله بيبص عليك ويبص اذا كنت هتدي صوتك بقوه ولا هتعزف عشان خاطر في حكومه موازيه واقفه تستهدف عدم خروج الشعب المصري، وفي مواقع حقوقيه كثيره جدا تستهدف الاضرار بالامن القومي المصري في عزوف الشعب. يا رب الشعب المصري. فين يا فندم الحكومه الموازيه دي؟ طبعا تركيا عامله حكومه الاخوان الارهابيه، عامله برلمان موازي وعامله وزارات موازيه، وسمعنا ان هم كمان بيجهزوا رئيس موازي. طبعا مش عايزين رغم لكن هو يمكن حضرتك بتقول معلومه معظم الناس اللي بتسمعنا دلوقتي ما عندهاش خلفيه عنها. بالظبط. ما انا عشان كده حبيت اقولها للناس ان الموضوع مش انتخابات رئاسه والرئيس كده كده ناجح، الرئيس ناجح وشعبيته موجوده في قلوبنا وقلوب الشعب المصري. ولكن ده برضه مقرر باراده المصريين يا فندم، واحنا بنقول الرئيس ناجح طبعا قبل الانتخابات، يعني طبعا بنتكلم عن احنا بندعو المواطن للانتخاب، لكن حريه الانتخاب هي حريه مطلقه للمواطن المصري، وسيادتك طبعا نائب في البرلمان وتعلم هذا الكلام. ده امر طبيعي جدا جدا، ولكن المشاركه بقى، عدد المشاركين في هذه الانتخابات. يا فندم انزل وانتخب اللي انت عايزه بس انزل. انما الاحجام عن النزول هي رساله سيئه جدا ورساله سلبيه جدا. احنا في حاله حرب، وفي حاله الحرب الحياد خيانه.
طبعا الحياة خيانة في الحرب، فلابد أن نشارك جميعا وأن ننزل جميعا لهذه الانتخابات. وأنا أعتقد يعني أن النزول هيكون يعني كل واحد نازل عارف هينتخب مين، ولكن الامر المهم ان احنا ننزل ونشارك وما نسيبش العدو يعني يستفيد من احجام المصريين وتكاسلهم في بعض هذه الامور السياسيه. خليني اخذ من سيادتك ختاما العقوبات اللي ان شاء الله متوقع تكون داخل هذا القانون، الحد الادنى والحد الاقصى وبعض التفاصيل الصغيره فيها. هو طبعا القانون اتكلمنا في العقوبات فيه بانها بتبدا من شهر وغرامه 10,000 جنيه في بعض الامور، يعني غرامات ماليه. وكان الهدف من النزول بالعقوبه الى عقوبات صغيره ان القانون بيطبق لاول مره في مصر، وان التجديد في العقوبه، مع ان انا مع التجديد في امور الامن القومي زي اثاره الفتن، زي الجماعات الارهابيه في الاخبار، نشر اخبار كاذبه تفيد التضليل وتفيد يعني اثاره البلبله بين طوائف الشعب المصري، الامور اللي تمس الامن القومي اعتقد ان احنا هنشدد فيها. لكن بيميل حتى مقرر القانون وجميع النواب الى ان العقاب يكون عقاب متعادل ما بين الجرم والجريمه، على اساس ان القاضي ما يلاقيش ان العقاب شديد فيميل للبراءه، لان دائما القاضي المصري يفسر بشكل صالح المتهم ويميل للبراءه في العقوبات الشديده. فاحنا بنحاول نعمل عقوبات متوازيه، واعتقد ان الحبس بدايه بشهر، ده كلام بسيط جدا جدا، يخلي ان شاء الله قضاتنا المحترمين. واقصى غرامه هتكون قد ايه يا فندم؟ والله الغرامات لحد دلوقتي يعني اقصى غرامه كانت 10,000 جنيه في بعض البنود، لكن احنا لسه بقى هنفسر القانون ماده وهنرتفع بالغرامات، خصوصا ان كان في بعض النواب بيطالبوا بارتفاع الغرامات في زي في الجرائم اللي هي الماليه، زي مثلا سرقه التردد بتاع القنوات، ان انا ممكن اسرق التردد وابث منه وادفع غرامه رغم ان التردد اصلا يكلفني كتير يعني. ففي امور هيبقى فيها شيء من التوازن. لكن أقصى مدة هتبقى الحبس شهر؟ لا دي أقل يا فندم. أقل مدة، طب أعلى مدة هتبقى قد إيه تقريبا؟ لا في جرائم المفروض يوصل فيها الحكم للمؤبد. للمؤبد؟ يعني طبعا. يعني هنبدأ بالحبس شهر وصولا إلى المؤبد، وهنبدأ ب 10,000 جنيه وصولا إلى أرقام تانية حضراتكم هتحطوها لسه. طبعا طبعا، لأن التحريض مثلا على الفعل هو بيمثل الفعل الأصلي، يعني اللي بيحرض على قتل ثم تقع الجريمة، فهو شارك في هذا القتل، ده امر طبيعي يعني حتى بره الجريمه الالكترونيه. تمام، انا بشكر حضرتك نورتنا، شكرا جزيلا سياده النائب احمد رفعت عضو لجنه الاتصالات بمجلس النواب، والحقيقه كانت وقفه دقيقه جدا ولازم تكون موجوده معانا في صباح دريم بخصوص مكافحه جرائم تقنيه المعلومات، واحنا عندنا بقالنا فتره طويله ناس بتطالب بالموضوع ده، وناس تضررت وناس اشتكت وناس تعرضت لازمات كبيره وناس تعرضت لفضايح كبيره، قصص ومشاكل كتير حصلت من عدم وجود قانون ضابط لتناول المعلومات وتقنية المعلومات والتكنولوجيا المتاحة حاليا في مصر. ففكرة هذا القانون هي خطوة إيجابية، ولكن إن شاء الله نتوقع يعني بإذن الله أن تخرج بشكل مظبوط وقوي ومناسب لتطورات العصر التكنولوجي، وكمان مناسب لثقافة الشعب المصري، وده اللي إن شاء الله يكونوا حريصين عليه بإذن الله نتوقعه، وهنتابع مع حضراتكم صدور هذا القانون قريبا بإذن الله.